اهلا بيكم. الدائره اللي معانا دي او المفتاح اللي معانا ده مفتاح ديمر او مفتاح للتحكم في التيار ال 220 فولت، يعني لو عندك اضاءه تقدر تتحكم في شده الاضاءه من خلال المفتاح ده او بعض انواع المحركات ال 220 فولت اي سي، تقدر تتحكم في سرعه المحرك من خلال الدائره دي. وصممنا دايرة ديمر في فيديو سابق وشرحنا الدايرة بالتفصيل، هسيب لكم رابط في الديسكريبشن. والدايرة اللي معانا دي دايرة بتباع في السوق تعمل على 220 فولت. النهاردة هنعمل على الدايرة دي تعديل انها تشتغل 110 بدل 220 فولت، يعني لو عندك اضاءة 220 فولت عايز تتحكم في شدة الاضاءة بدل من 220 فولت ل1 فولت او 0 فولت، هتقدر تتحكم فيها من 110 فولت لصفر فولت في رينج نصف القدرة. كذلك لو عندك احمال اومية، طبعا بنؤكد احمال اومية، تعمل على 110 مثل السخانات او الاضاءة اللي زي كده اللمبات العادية دي، هتقدر تتحكم فيها من خلال المفتاح ده بدون تحويل ال 220 فولت ل 110 فولت من خلال محولات، بتعديل بسيط جدا هنشوفه مع بعض النهاردة. ما تنسوش طبعا دعمنا بلايك واشتراك في القناة لو أول مرة تتابعنا وتفعيل زر الجرس، ونلتقي بعد الفاصل. الدائرة اللي معانا تعالوا مع بعض نجربها. طبعا ليها قدرات بالواط، في دوائر بتكون رخيصة 500 واط، في دوائر تاني 1000، في دوائر حتى 3000 واط. مفتاح الدمر بيتوصل توالي مع الحمل، اذا معانا طرفين 220 فولت، هنوصل احد الاطراف باللمبة مباشرة، والطرف ال 220 فولت التاني هيتوصل توالي مع الحمل زي ما حضراتكم شايفين. نقيس الجهد بالمالتيميتر، طبعا هنقيس الجهد اللي داخل على اللمبة، جهد اي سي زي ما حضراتكم شايفين 0 فولت. هنعلي الجهد او نعلي الاضاءة. طبعا بنلاحظ مشكلة ان عند بدء التشغيل الجهد بيشتغل على 110 فولت مباشرة، اهو 0 فولت، اول ما اشتغل اشتغل على 110 فولت، ونقدر نخفض الجهد بعد كده عادي، ولكن عند البدء دايما يبدأ 30% او 50% من القدرة على حسب نوع المفتاح. طيب هنزود ونشوف الجهد، مية وسبعين، مية خمسة وسبعين، وصلنا لميتين اتنين وعشرين فولت، ميتين تلاتة وعشرين فولت. اذا بنقدر نتحكم من خلال المفتاح ده في الجهد من ال 220 للصفر فولت. والتحكم مش جيد لان زي ما قلنا عند تشغيل المفتاح الجهد بيرتفع لل 110 فولت مباشرة، وتقدر بعد كده تخفض. طيب تعال نشوف مع بعض التعديل. هنفك المفتاح، زي ما حضراتكم شايفين الدايرة شرحناها في فيديوهات سابقة عبارة عن ترياك ودايك ومكثف ومقاومة ليميت ومقاومة متغيرة قيمتها 500 كيلو. وقلنا ان الترياك من خلال الدايرة دي بيقطع الموجة، هنشرح الحتة دي بسرعة وهنشوف التعديل بتاعنا هيعمل ايه. التيار الاي سي بيكون بالشكل ده، موجة موجبة وموجة سالبة وهكذا بالشكل ده. من خلال دايرة الدمر احنا بنقدر نقص جزء من الموجة الموجبة ونفس النسبة من الموجة السالبة. طبعا الموجة الواحدة كاملة بالشكل ده تعتبر 220 فولت، ولو نصف موجة تعتبر القدرة قدرة 110 فولت. ولكن في الدايرة دي بنقص من الموجة الموجبة ومن الموجة السالبة، اذا بنتحكم في قدرة 220 فولت.
طيب لو قدرنا نعمل تقويم نصف موجي او هاف ريكتفاير، وقدرنا نقص الموجة السالبة بالكامل ونتحكم في الموجة الموجبة فقط بالشكل ده، إذن احنا كده بنتحكم في قدرة 110 فولت او نصف قدرة 220 فولت، وانا بقول قدرة تيار وليس جهده. اذا هنقص نصف الموجة، وهنا هنقص نصف الموجة، وهنا نصف الموجة، وبالتالي انا بقدر اتحكم في 110 فولت في الاحمال الاوميه فقط التي لا تتاثر بفرق الجهد اللي هو المفروض انه 220 فولت ولكن بنصف القدره. لذلك الملاحظات دي اتمنى الناس ما تقدمش الفيديو وتنتبه معانا، لان الحاجات دي ممكن تحرق الاجهزه الالكترونيه، ولكن في الاحمال الاوميه زي اللمبه دي او زي السخانات هتشتغل معاك كانها شغاله على 110 فولت. مخطط سريع للدايرة، هنا 220 فولت. الضيق بيمرر النبضة الموجبة والنبضة السالبة علشان الحمل يعمل على التيار المتردد في الموجتين، وبالتالي هو بيمرر موجة بالشكل ده، نصف موجة وصفر ونصف موجة وهكذا. إذن بيمرر الموجة الموجبة والموجة السالبة لجيت الترياك. طيب أنا لو وضعت هنا دايود، الدايود ده في انحياز أمامي فقط مع جيت الترياك، وبالتالي هيمرر الموجة الموجبة فقط والموجة السالبة مش هتمر. طيب ده هيعمل إيه في تيار الحمل؟ هيلغي الموجة السالبة وهيمرر الموجة الموجبة فقط، وبالتالي عملنا تقويم نصف موجي وبنتحكم في النصف موجة اللي بيمر للحمل، وبالتالي بنتحكم في القدرة من 110 فولت إلى 0 فولت. تعالوا مع بعض نشوف التعديل ده. يهمني طبعا إن التعديل يكون تعديل بسيط وفي نفس الوقت فعال. هنرفع أحد أرجل الدايك، رفعنا طرف الدايك ومحتاجين دايود 4007، نضع الدايود في انحياز امامي مع جيت الترياك. وهنوصل طرفين الدايك مع الدايود بالشكل ده. كده الموجة اللي هتمر من المقاومة هتمر موجة واحدة فقط، لأن عملنا تقويم نصف موجي بالدايود في الانحياز الأمامي، لأن الدايك كان بيمرر النبضتين الموجبة والسالبة. حاليا النبضة الموجبة فقط هي اللي هتمر، وبالتالي نصف موجة فقط هتمر للحمل، وهنقدر نتحكم في عرض الموجة من 110 فولت لصفر فولت. تعالوا نشوف مع بعض. هنوصل أحد الأطراف مع الحمل مباشرة، وتعالوا مع بعض نقيس الجهد. قسنا الجهد وصل ل 223 فولت. هنشوف دلوقتي الجهد بعد توصيل الدايود. هنوصل التيار 220، هنبدأ نزود المقاومة. كده فتحنا المفتاح، الجهد بدأ يرتفع بالواحد فولت. ملاحظين حضراتكم تحكم كامل. كان في الأول طبعاً أول ما بنزود المفتاح كان بيرفع ل 110 فولت، ولكن الآن تحكم كامل، واللمبة بدأت تضيء ولكن الإضاءة مش ملحوظة عشان إضاءة التصوير. نرفع كمان 50 فولت، واضح طبعاً إضاءة اللمبة. ممكن نطفي إضاءة التصوير
واضح طبعا ان اللمبة بدأت تضيء. طيب هنزود، ميت فولت، واضح ان التقويم نصف موجي او نصف موجة فقط بيمر، وده سبب رعشة اللمبة في التصوير فقط، ولكن بالعين المجردة مش بيكون واضح الكلام ده. طيب تعالوا نرفع ونشوف اخر المفتاح هيجيب كام فولت. اخر المفتاح 110 فولت، وبالتالي القدرة الحالية هي قدرة 110 فولت، والدايرة دي بتشتغل بنجاح مع الأحمال الأومية. نشوف نخفض مع بعض تاني المفتاح. كده صفر، كده بنزود. مية وعشرة فولت. أتمنى التعديل ده يحل مشاكل كتير لأصدقائنا اللي بيحاولوا يتحكموا في الأحمال أو الأجهزة الأومية والإضاءات. المية وعشرة فولت، كمان السخانات المية وعشرة فولت تشتغل بشكل مثالي على النوع ده من دوائر الدمر. وأتمنى يكون الكل استفاد من فيديو النهاردة. ما تنسوش دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. سلام.